الشوط الخامس تمت بعون من الله وتوفيقه وبداية الجولة الثانية مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات المسائية الجميلة والرائعة. شوطنا الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط خاص بالذلل المحليات الأصائل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر مع هذا الانطلاق مع هذا التحدي مع هذا الاندفاع في ختام هذه المكرمة، مكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. لا جزيل الشكر والاحترام مع احياء هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، وهذا الدعم المتواصل. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، سلسبيل من تنطلق بالمقدمة بشعار هجن العاصفة يقدمها حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الثاني مع المركز الثاني أرى التحديات من مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية تضميرها وتدريبها عند مسري بن سالم بن عرطي الحميري. نتابع المركز الثالث. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث وأرى التسلل مع المركز الثالث. نتابع سلهوده لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري سفير المضمرين، أيضا يتابع هذا التحدي يتابع هذا الانطلاق. ومع المركز الرابع مع المركز الرابع أرى انطلاق الطبيعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن غدير في متابعة وانطلاقة طبيعة مع المركز الرابع. خامس التحديات القدوم من الشاهينية بدأت تتسلل في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم وبقيادة سيب بن خلفان الغويص متابعا أيضا ومنطلقا مع هذا التحدي. ومع المركز السادس مع المركز السادس القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التحديات من محنة التابعة لهجن الرئاسة وبقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي من أعلن هذا التحدي المثير. يا سلام، سابع التحديات، ننطلق ننطلق مع المركز السابع والقدوم والتسلل من اليذابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة سعيد بن عبيد الحميري. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن بقى التسلل من الهدة التابعة لهجن الرئاسة وبقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. تاسعا ننطلق أيضا مع التحدي مع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. نتابع المركز العاشر وأرهني الكاسبية تاتي عاشرا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والسيد بن مبارك بن مرخان في متابعة وانطلاقة الكاسبية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى، جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع نتابع البداية نتابع المقدمة وأرى هني سلسبيل، أرى سلسبيل من تنطلق بناموس هذا الشوط وبهذا بهذا الشعار شعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز الثاني مع المركز الثاني مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري. بينما انطلقنا مع المركز الثالث بأرى القدوم والتسلل، نتابع انطلاقة محنة التابعة لهجن الرئاسة وقيادة حمد بن أحمد بن مايد الأخيري. من يتابع هذا الانطلاق المثير. ولكن أرى طبيعة تتسلل مع المركز الرابع. طبيعة مشاهدينا متابعينا الكرام من تنطلق مع المركز الرابع، طبيعة وبالشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم يقدمها علي بن راشد بن غدير قائد العمليات
في الفرقة 11 الفرقة التراثية المتواجدة هناك أيضا بمرغم يقدم طبيعة مع هذا الانطلاق المثير ومع المركز الخامس التسلل من اليذاب اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم عملية التضمير والتدريب عند سعيد بن عبيد الحميري ولكن ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس وأرى الهدة تاتي سادسا بشعار هجن الرئاسة وأحد الشباب أيضا حمد بن أحمد بن مؤيد الأخيري من يتابع انطلاقة الهدة سابع التحديات القدوم في هذه اللحظات من الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم وبقيادة سيب بن خلفان الغويص من يتابع انطلاقة الشاهينية مع المركز السابع ثامن التحديات نتابع التسلل الانطلاق المثير من الكاسمية اللي دخلت في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سيب بن مبارك بن مرخان ومع المركز التاسع من الجانب الآخر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد ننطلق مع المركز العاشر أرى التحديات من سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري من أعلن هذا الانطلاق من أعلن هذا التحدي المثير ولكن لنا عودة مع الصدارة لنا عودة مع البداية لنا عودة مع مقدمة هذا الشوط وبعد المغادرة للوحة 4 كيلومترات انتصفنا المسافة وبدينا أيضا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط بدينا نعادل حزام الغابات على اليمين وأرى هناك أيضا الانطلاق للسلسبيل من تنطلق بناموس هذا الشوط يا الشوط منذ البداية تنطلق مع التحدي تنطلق مع الإثارة بأيضا إنجازاتها وتحدياتها المثيرة بشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير ولكن أرى محنة تتسلل مع المركز الثاني هذا الاسم أيضا التراثي في هذا العالم الساحر محنة بالشعار هجن الرئاسة وقيادة حمد بن أحمد بن مايد الأخيلي المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة مسري بن سالم بالعرض الحميري طبيعة تنطلق مع المركز الرابع بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة علي بن راشد بن غدير ولكن من الجانب الآخر أرى هناك الجذابة تنطلق مع المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري ومع المركز السادس أرى التحدي أيضا والانطلاق من الهدة التابعة لهجن الرئاسة يقدمها حمد بن أحمد بن مايد الأخيل الكوكبة سداسية على مقدمة هذا الشوط مع هذا الاندفاع المباشر مع هذا التحدي المثير ولكن بدينا ننعطف مع المنعطف الأخير في مضمار 8 كيلومترات مع هذه التحديات المثيرة مع هذه الانطلاقات المثيرة والتحديات الرائعة في ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة مع هذا السنسن الكبار هذه الأسامي أيضا اللي سطرت إنجازاتها بحرف من ذهب منذ سن الصغر وهي تشارك بتحدياتها بإنجازاتها المثيرة يا سلام وسلسبيل تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط الواثق يحكم القبضة على المقدمة مع الانطلاق الرائع اللي تقدمها سلسبيل بشعار هجن العاصفة وقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير ولكن أرى محنة تتسلل أرى محنة بدأت تنضم في هذه اللحظات مع المقدمة محنة بشعار هجن الرئاسة وقيادة حمد بن أحمد بن مايد الأخيل يا سلام تحدياتنا مثيرة انطلاقاتنا جميلة ومع المركز الثالث يا سلام
سلام يا سلام يا سلام. رهني مياسة مع المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة مسري بن سالم بالعرض الحميري. الهدة بدت تنهد في هذه اللحظات مع المركز الرابع بشعار هجن الرئاسة يقدمها حمد بن أحمد بن مايد الخيالي. ومع المركز الخامس اليذابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. والقدوم القدوم من طبيعة ولكن أرد تسلل نتابع الشاهينية من بدأت تتسلل مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. يا سلام 1200 موعد الإعلان موعد التذكير يا جماعة مع اقترابنا أيضا من لحظات النهاية. مشاهدينا متابعينا الكرام بهذا التحدي المثير وسلسبيل سلسبيل تنطلق بالمقدمة منذ البداية تقود هذه الجموع ومتحمل المسؤولية على عاتقها مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام وأرهني سلسبيل بدأت تندفع بدأت تزيد من سرعتها. يا سلام تحدي وإثارة إثارة إثارة ما بعدها إثارة في هذا المساء. والسلسبيل على المقدمة بشعار هجن العاصفة وقيادة الوافق حمد بن راشد بن غدير من قدم بنت الريح في هذا المساء الجميل. يا سلام يقدم سلسبيل في هذا الشوط ولكن أرى مياسة مع المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة مسري بن سالم بالعرض الحميري. الشاهينية تصل مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يا سلام أحمد بن سلطان بن رشيد من بدأ أيضا يتحرك وينطلق مع انطلاقة الشاهينية ولكن سلسبيل على الصدارة سلسبيل على المقدمة. الشاهينية قادمة ولكن سلسبيل قفلت على مجريات هذا الشوط واللحظات الأخيرة. تهانينا لهجن العاصفة على فوز سلسبيل بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الثالث مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع تصل فيه الهدة لهجن الرئاسة. والمركز الخامس محنا أيضا لهجن الرئاسة بقيادة حمد بن أحمد بن مايد الأخيلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام 12 دقيقة 55 ثانية وخمس أجزاء من الثانية توقيت سلسبيل. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني وصوله للواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الشاهينية تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 57 ثانية وجزء واحد من الثانية. التهاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتهاني لأحمد بن سلطان بن رشيد. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات وصول مياسة تصل إلى خط النهاية تقطع المسافة في 12 دقيقة 58 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والتهاني لمسري بن سالم بالعرضي الحميري.